واش غادي نقول لك اخويا، انا ما نقدرش لك، انا واقف حدا من الزريعه تكيب لي السيد كيضربوا فيه بجنه والراس وقع في الحولي راسو، هو خرج من الماتش باقي الماتش ما سالاش، خرج شتو اخويا بالجنه وقع في الحولي راسو السيد داو حاله خطيره على 20 غشت، وتخص الشيء اخويا خصو يتبدل النقاش يعني، خصوصا هاد محاو سعيد اخويا اللي كيدوز منا اي جمهور للعب الرجاء ولا الوداد كياكل العصا، اش اخويا خصو شويه يتبدل ما يبقاش فيه اش يدير الاعتداء هضره خطيرين اخويا، كنطلبو من المسؤولين اخويا ياخذو هادشي بعين الاعتبار كما كتلاحظو، انت شوف هما الحوايج ديالو فوق الموتور اخويا اش نقولك، هايدي شي تاويل اخويا. دو خسروا العنق وياك، ماشي صحاب الرجاء، لا هادو غير عصابه بعيد، هادو شي سبقوا شي شمو الدول.